تلاقاو انا نروح العائله باش كي تعاودني ولي صح خلي لي حقي. لا لا رانا خلو لك حقك ما تخممش. هيا نلقى على خير. مع السلامه مهدي. مسي الخير عليكم. اليوم راح نقدم لكم كيفيه الدجاج فارسي بالكبده والبيستاش. لهذه الكيفيه لازم لنا دجاجه، الكبده، البيستاش. البيستاش نجمو تستغناو عنهم. طاس شابور، ثلاثه صفر بيض، حبه عسل مقطعه على شكل رقيق، سيميلاتو، ملح، فلفل الكحل، راس الحانوت، والزيت. قبل كل شيء لازم نوجدو ان كوب بويون. ديروا الماء تقريبا جيبي ثلاث ماء في صحن يكون كبير اللي راح يكمل يكتب الدجاجه. ديروا حبه زروبيه على حالها كما راكم تشاهدوا، حبيبات فلفل مرشوقه بالقرنفل، ديروا حبيبات قرنفل، بواغو هنايا درت غير الابيض تاع البواغو كما راكم تشاهدوا، وما ننساو لو بوكي غارني طبعا اللي متكون شطيبة صغيرة كما راكم تشاهدوا، حصان تاع المعدنوس وورقة رز ولفيت كل شيء في ورقة تاع البواغو، نصيب البواغو وربطناه ونديرو هكا. هاد الكوك بويون نديرو فوق النار نسبقوه باش من بعد راح نطيبو فيه الدجاجة اللي راح نوجدوها. هاولي دوك الكوك بويون نديرو فوق النار. بعد ما درنا الكوك بويون فوق النار راح نوجدو الآن لاباط ديالنا. هنايا درت المقلة فوق النار، دير شوية تاع زبدة هكايا في المقلة باش تسخن، خليو هنايا الزبدة هادي تسخن ونديرو البصل تاعنا اللي تحلى، خليوه يتحلى، زيدو معاه سيميلاتو. هذه كما سبقت وقلت لكم هذه لاصاص، لاصاص اللي راح تجي مع الكبده والبيستاش. خليهم يتحلاو من بعد نضيفو الكبده كما تشاهدوا. هنايا عندنا الكبده تاع الدجاجه طبعا اللي نقيناها، وزدنا معاها زوج كبدات واحد اخرين طبعا عند الحياه تنجمو تطلبولو الكبده راهم يبيعوها مكانش يعني مشكل هذا. وهنايا نخليهم يتحلاو مع بعض حتى يطيبو مليح. الكبده لازم تطيب مع البصل والثوم. ما ننساو نديرو ملح طبعا هكذايا، نديرو شويه ملح، فلفل الكحل، وهنايا راني نستعمل راس الحانوت. تنجمو تستعملو لي كاتريبيس. لي كاتريبيس هادو ما نهضروش بزاف عليهم، ولكن هما تاني تستعملوهم في لي فارس. لي فارس عندنا لي زيتيس نجمو نستعملو راس الحانوت اللي فيه 11 عقار، ولي كاتريبيس طبعا على حسب الاسم تاعهم فيهم ربعه. لي كاتريبيس اوروبيين وراس الحانوت يخص المغرب العربي. هكذا نخلو التقليه تاع الكبده حتى تطيب جيدا. بعد ما الكبده والبصل والثوم طابوا مليح، شوفوا خليتهم بردوا شويه، من بعد راني درتهم هنايا في هذا الصحن. لا عندكم ميكسور استعملوا الميكسور راه يسهل لكم العمليه هذه، ولا ما عندكمش ميكسور معليش مادام الكبده تكون طابت مليح تنجمو تعجنوها بهاد السيفه. وراكم تشوفوا زدت لها لا شابلور، نضيف لها ثلاثه صفر بيض هذوك اللي خليناهم، ونزيدو شويه بيستاش. فيما يخص البيستاش تنجمو تستغناو عندهم، ماشي شرط ديروا البيستاش. الكبده لا شابلور هذيك تكفي مع صفر ولا دجاج. وشنو هنايا تعرفوا باللي الكبده والبيستاش راهم يتماشاو مع بعض ويعطوا بنه في لافاخ تاع الدجاج ديالنا. شوفوا راني عجنتهم مليح، وهذا غير بالفرشيطه بلا ما استعملت لو ميكسور.
دوك نرجعوا للدجاجه من بعد ما حضرنا لافاكس ديالنا خليناها بجيه. الدجاجه كيفاش نديرو؟ نحيو الرقبه هكذا بهذه الطريقه بلاكو تجربوا روحكم، ونشقوا الدجاجه. شوفوا الدجاجه هنا قلبتها ونشقوها من الرقبه هكذا حتى لتحت، ونبداو. هي حاجه سهله تطلب شويه وقت، حنا حسبنا 20 دقيقة اللي ما يعرفوش كثير، و10 دقائق اللي يمارسوها وما الفين يديروها. ونبداو شوفوا لنا نسلخوا، شوفوا نحو الجلد ونبداو نمشوا بهذه الطريقة. كما راكم تشاهدوا هاني نهيت العملية، نحيت هذه لاكاش توغاسيك القفص هنايا، وهادو شوفوا نحيتهم سهلين ليكليس. نحو العدان، ننزعوا العدان هادو لي بيتي زيلغون هادو كيما راكو تشاهدو، ما كان لاه تشقاو ديزوسيوهم. ديروهم دون ان بيتي بويون، وزيدو لهم ان بيتي كوب دو جامبو. راكو تنجمو ديرو ان بون بويون تسقو فيه، يعني ديرو له شويه فيرميسيل راه يجي مليح. هادو نخليوهم حنا ديما. هاي ليك الدجاجة ديزوسي، و لو كوب بويون راه واجد، راه يغلي وما راه يستنى غير باش نديرو له لافولاي الدجاجة فارسي بالكبدة والبيستاش. هنايا كيما راكو تشوفو بعد ما نزعنا العظام، هاني درت لافارس اللي وجدناها مسبق. هنايا يفو ليطالي نساووها هكدا، وهنايا نحيت شوية كي تشوفو نحيت شوية الأبيض تاع السدر باش نعاود نشبح، نحطو هكدايا من الفوق كيما راكو تشاهدو. ومن بعد يبان مع لافارس هادو، يبانو نزينو بهم. ما علينا درك غير نلفوها ونديرها دون ان بابي، ولا ديروها في طرف قماش هكذايا. نلفوها هكذا شغل روتي كيما كنت تشاهدوا، شغل روتي. شوفوا ونوجدوا، وجدت انايا هاد لو بابي. هذا ماهوش بابي اليمونتير، هذا بابي كويسون، هذا يجوز في الطياب. درك نلف لو غوتي ديالي في البابيي هدايا دو كويسون، وراح نربطها بالحبيله شغل كيما نوجدو الغوتي. كيما راكو تشوفو راني هنايا راني نلف في لابياس هادي تاع الدجاج شغل الغوتي، راني دورت عليها الخيط. طبعا كيما قلت لكم تنجمو تستعملو طرف قماش ولا سرديتا تكون بيضة دو بريفيرونس، وتخصوها لهاد لي غوتي لي بياس مادام حنطيبوها دون ان كوب بويون. ما عليا درك غير الا شوفوا حنا نسهلو لكم، دوبلو الخيط هكذا بهذه الطريقة شغل ان بوتي غوتي. هاي ليك الدجاجة، شوفوا بعد ما درنا لها لافاق دورناها لفيناها كيما راكو تشاهدو. شوفوا ربطها، الحالة ماشي صعيبة. دوك نديرو لو كوب بويون تاعنا راه واجد، نديرو لي غران دو بواف بيضة فلفل الكحل، ما نديروش فلفل الكحل غبرة راه يكحل لنا لو كوب بويون. وطبعا ما ننساوش نضيفو فيه ان كوب جامبو دجاج، ونزيدو هاي ليك نديرو لا بياس داخل لو كوب بويون تاعنا، الطيب مدة ساعة هكذايا، ونخلوها طيب، نغلقوا عليها ونخلوها طيب. الآن بسرعة نوجدو ان بوتي فيلوتي باش نناطيو هذيك لو باتي دو فولاي ديالنا. هنايا فوق النار راني سخنت شوية زبدة، راح ندير لي شامبينيون نسوطيوهم في الزبدة هكذايا، شوية ملح طبعا، شوية فلفل الكحل، ملح فلفل الكحل، شوية معدنوس. هاد العملية يقولوا لها سوتي لي شامبينيون. من بعد هاد لي شامبينيون راح نديروهم مع لاصوص
لاصوص بسرعه نقول لكم كيفاش نوجدوها. ندير هنايا 50 غرام زبده تذوب في الكسرونه، من بعد نضيفوا لها نفس الكميه نفس العبار تاع الفارينه، 50 غرام زبده 50 غرام فارينه. وباش راح نمرقوهم طبعا بالمرقه اللي طابت فيها الدجاجه، ناخذوا منها نفس العبار دونك 50 سنتيلتر نص ريتلا تاع بويون، ونحطوهم فوق النار ذوبوا قبل الزبده، نزيدوا الفارينه، نمرقوا بمرقه الدجاج ونحطوهم فوق النار، ونبداو نحركوا بالمغرفه حتى تعقد. هاولي تواجد وندوك نروحوا نوريكم الكيفيه واجده. شوفوا الدجاج هكذايا محضر، شوفوا كيفاش قطعتو وشوفوا كيفاش الشباب الشكل ديالو. هذا تنجموا طبعا تقدموه حتى للضياف، وهو شهي وليكم نفوسكم طبعا وما يطلبش حاجه كثيره. وشنو غيرنا؟ شوفوا الطبيعه هي واش فيها، فيها دجاجه وشويه كبده، ماهيش حاجه كثيره. شوفوا درك ندير شويه هكذا لاصوص، هذه اللي حبينا مثلا نتناولوه سخون، شغل وجبه اساسيه. نزيدو طبعا هنا نقدموا معاها شويه روز نغليوه ونصفيوه، ونزيدو هذاك الروز نابيوه بلاصوص هذه. ولا حبينا نقدموه كوجبه اولى طبعا ما علينا، غير نقدموها هكذا مع شويه مايونيز ولا شويه ورق تاع الشلاضه. ونتمنى لكم شهيه طيبه، وان شاء الله هاد الكيفيه راهم يعجبوكم. وشهيه طيبه، نتمنى هاد الكيفيه تعجبكم، ولا الاسبوع الجاي ان شاء الله نلقاكم على خير. الدجاج فاكسي بالكبده والبيستاش، دجاجه زوج قطعات جامبو دجاج، 200 غرام كبدة تاع دجاج، طاس شابلور عفوا، 50 غرام بيستاش، 3 صفر بيض، حبة بصل. لتحضير الكور بويون، حبة بصل مرشوقة بالقرنفل، حبة زرودية، الأبيض تاع حبة بواغو، حبيبات فلفل الكحل، ملح، فلفل الكحل، راس الحانوت. ودرك مع لعبة ثلاثة بالضبط مع الجمبو.